Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى درس قوي جدا، ودرس اليوم يصب في الكلمات التي تهم المستوى الأول أو المستويات المبتدئة التي يحتاجها أي طالب عندما يريد أن يتعلم اللغة الإنجليزية. أنزلت فيديو خاص بكلمات الأسماء وكلمات للأفعال أو أهم الكلمات أو أهم الأسماء. اليوم يعتبر هذا الدرس أهم منهم جميعا، وهي أهم الصفات في اللغة الإنجليزية. وقد يقول أحدهم لماذا اليوم يعني يعتبر أهم من بقية الكلمات؟ الصفات هي الكلمات الأكثر احتياجا عندما تريد أن تتحدث اللغة الإنجليزية. لماذا؟ أنت إذا أردت أن تصف إنسان أو شخص أو دولة أو مدينة أو شركة أو مدرسة، تصف يعني تتحدث عنها، فلن يفيدك إلا أن تكون لديك صفات كافية. فإن كانت لديك صفة تستطيع أن توصف بها ما تريد أن تصفه عن هذا الشيء، وفر عليك عناء الشرح. ركز معي، يعني إذا أردت أن تقول عن فلان أنه مثلا وقح ولا تعرف كيف تقولها باللغة الإنجليزية، فستضطر أنك تبحث عن الشرح، يعني تشرح معنى الوقاحة، أنه يعني تضرب له مثال أن هذا الإنسان تعامل معك بطريقة غير مؤدبة، ففي موقف فلاني عمل معك هذا الشيء، حتى تصل إلى كلمة وقح. لكن لو كانت من البداية لديك كلمة وقح باللغة الإنجليزية وهي rude كما سندرسها، فستوفر على نفسك عن الشرح والبحث عن أمثلة. لا أريد أن أطيل عليكم، هذه أهم الصفات في اللغة الإنجليزية. عيب أو من غير الطبيعي أنك ما تعرفها، وهي هتفيدك جداً عندما تتحدث اللغة الإنجليزية. Let's get started. دعونا نبدأ مباشرة. تلاحظوا أنني قسمت الصبورة إلى 1, 2, 3. هذه الصفات للpeople، يعني توصف بها كل ما تريد أن تصف ناس. People يعني الناس، يعني أخوك، ابن عمك، جدك، مديرك، مدرستك، تصف بها بهذه الصفات. هذه الصفات تصف بها things. Things اللي هي الأشياء، يعني غير العاقل، تمام؟ هذه الصفة وعكسها أيضا، نضيف يعني الصفة وعكسها عشان تسهل عليك أيضا الحفظ. طيب لو بدأنا بالعمود الأول، أيضا حاولت إن أنا أعطيك الصفة وعكسها بحيث إنه تتسهل عليك الحفظ. فنبدأ بالكلمة الأولى، وسندرس كيف يعني ننطق الكلمة، سندرس معنى الكلمة، وسندرس كيف تستخدموا هذه الصفات بهذه السهولة. هوريك. عندنا كلمة generous. generous يعني كريم. generous، فتستخدمها تقول محمد is generous، محمد كريم بكل بساطة. عكسها stingy. stingy بخيل، يعني عكس generous stingy. stingy stingy. كرر معي، هتجد الموضوع انه هيصبح معك اسهل. stubborn عنيد. stubborn يعني عنيد. عكسها اللي هو مطيع، اللي يعني عكس العنيد المطيع. obedient stubborn obedient. عندنا ايضا اللي هو كوكي هو الشخص المغرور، ونسمي ايضا snobbish. اذا معانا كلمتين، اما كوكي فنقول ليلى is cookie، أو ليلى is snobbish يعني مغرورة. ليلى إما تختار كوكي أو snobbish، مغرورة. عكسها modest، متواضعة. ليلى صح إن هي كوكي أو snobbish، لكن سميرة is modest متواضعة. brave شجاع. brave
محمود is brave او scared خواف شخص خواف عكس الشجاع البريف scared الوقح الذي سبق وقلناها rude وعكسها nice او kind بمعنى لطيف وجميل يعني نفس الكلام قاسم او محمود او فاطمة is rude وقحة ولكن أختها is nice أو kind nice أو kind هو he is kind nervous عصبي هذا الرجل وفي توتر دائما nervous وعكسها quiet هادئ quiet nervous quiet عندنا male اللي هو الذكر female الأنثى male female ذكر female وعندنا الشقي الشخص ما نقول شقي وأذي يعني دائما مشاغب الجي اتش لا ينطق فتقول noisy my son ابني is noisy أو أحمد is noisy عكسها أيضا الإل هنا لا ينطق الجي إتش هنا لا ينطق والإل هنا لا ينطق calm يعني كأن الإل غير موجود calm بمعنى هادئ وquiet أيضا بمعنى أيضا هادئ calm noisy you are أنت noisy you are calm أنت هادئ polite مؤدب Polite مؤدب Impolite مش مؤدب عكسها ستجد كلمات أو صفات كثيرة يعني تأتي IM أو UN أو بعض تعكس الصفة يعني Polite مؤدب Polite مؤدب Impolite غير مؤدب هذه كانت الصفات للناس وبكل بساطة تستطيع أن تقول He is واختار أي كلمة من هذه الصفات أو she is واختار أي كلمة أو they are هم يكونوا أي كلمة كرماء بخلاء عنيدين مطيعين مغرورين متواضعين خوافين شجعان اختار أي كلمة من هذه وكذا أنت تصبح كون جملة الكلمات التي هنا تصف الأشياء things فقد تقول على الفندق الذي سكنت فيه comfortable مريح هذا الفندق كان comfortable مريح fabulous شيء رائع fabulous شيء رائع أو wonderful fabulous comfortable عندنا أيضا كلمة اللي هو ضخم عندما تقول على الشيء أنه ضخم كبير جدا فتستطيع أن تستخدم inner mouse أو لا huge هذا بمعنى ضخم يعني بيتي أو هذا الجبل is inner mouse ضخم جدا أو huge كبير أو massive huge inner mouse هذه كلها تعني ضخم وكبير أنا أعطيك أكثر من كلمة الصغير لها أيضا ثلاث كلمات ممكن little طبعا لا تقول little يعني بالأمريكي عادة يسموها little اللي هو صغير وتأتي معنا أيضا قليل tiny صغير أيضا small صغير إذن inner mouse huge massive هذا كبير وضخم little صغير tiny صغير small صغير عندنا أيضا كلمة strange غريب
أو odd odd غريب. foreign foreign الجي لا ينطق. foreign foreign وهنا تسمى أيضا غريب يعني أجنبي وغريب. strange odd foreign هذه لها نفس المعنى اللي هو غريب، فتقول it is إنه it's strange أو that is strange ذلك غريب، لماذا لم يحضر إلى الآن؟ يعني أبي من يعني طبيعته أن يعود إلى البيت الساعة كذا. that's strange يعني غريب إنه اليوم ما روح، أو odd أو foreign. عندنا كلمة complex. complex الشيء المعقد. complex أو يسمى complicated. complete 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 هذا الجزء الأول. كيتد كيتد فتصبح complicated complicated معقد. يعني بتتكلم على مسألة معينة أو على موضوع فتقول it's complicated الموضوع نفسه ده معقد. complex complicated. sweet sweet يعني الشيء الحلو شيء جميل حلو. أو lovely lovely pretty pretty هم جميعا يعني يشبه كلمة beautiful 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 يعني شيء جميل. فتقد تستطيع أنه يعني رحت مكان أو أكلت أكلة أو تحب تقول أنها جميلة. it's sweet lovely pretty pretty يعني pretty حاول تخفف التي لا تقول pretty pretty it's pretty it's pretty. الأكل اللي طعمه جميل يعني مذاقه حلو يعني معنى مذاقه حلو يعني أكلت شيء واحد قال لك إيش رأيك فأردت أن تقول طعمه حلو هذا حلو يعني هذا بشكل عام حلو يعني جميل بشكل عام حتى الرحلة المنزل. لكن هذه الكلمات خاصة بالطعم بالمذاق فأنت تريد أن تقول ذو مذاق جميل فأكلت أكل قال لك أحدهم ما رأيك فتقول it is إنها لأنها غير عاقل it is tasty tasty يعني مذاقها حلو. أو delicious 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 أو yummy yummy yummy. إذن tasty delicious yummy. وعندنا أيضا organized منظم organized أو كما أخبرتكم أنه ممكن تجد اليو والإن تأتي قبل كلمات كثيرة مثلا كلمة happy سعيد ممكن تقول unhappy غير سعيد يعني أصلها happy سعيد الأن عكست معنى الكلمة مثل كلمة إم يعني مثل الآي والإم هذه التي تحدثنا عليها مسبقا تعكس معنى الصفة وهذه أنا تحدثت عليها في فيديوهات سابقة. ننتقل إلى أيضا صفات مشهورة بسيطة أسهل من هذه الصفات. طبعا هذه الصفات ركز أنا قلت لك أنه هذه الصفات تستخدم هي أو شي أو يو أو ذي أو وي لأنه عاقل أنتم stingy you are stingy لكن هذا الجانب تستخدم it أو they. لماذا؟ لأن it تستخدم غير العاقل وهذه صفات غير عاقل والthey تستخدم للعاقل ولغير العاقل فتستطيع أن تقول على الفنادق إنهم they are comfortable they are wonderful fabulous enormous والله ما شاء الله يعني ضخمة جدا they are tiny هم صغار they are lovely الطعام اللي أكلته أو الوجبات هذه اللي أكلتها they are delicious فهمتني؟ الآن إلى الصفة وعكسها rich غني rich rich عكسها poor 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 فقير good جيد bad سيء. ولكن خذ بالك عندما أنا أقول rich غني من الأخطاء اللي عند بعض الطلاب يتوقع أن كلمة rich بس غني غني فإذا قلت له أعطيني كلمة ثري يقول لك لا أعرف طب ما rich يقول لك لا rich غني طب والغني مش هو الثري يقول لك والله مش عارف أنا حفظتها كذا هذه من الأخطاء. good جيد وطيب وابن حلال وبالناس وحبوب جدا وباد سيء والبعيد عنكم زفت وكل الصفات السيئة فلا لا تختصر دائما أو تقتصر معنى الصفة والكلمة على كلمة محددة.
smart smart ذكي stupid stupid غبي cheap cheap رخيص expensive expensive غالي heavy 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 ثقيل أو ذو وزن يعني light light خفيف عكسها old وold تعني إما كبير في السن أو قديم وهنا old عكسها new جديد new hot hot حار cold cold بارد awake awake مستيقظ فلان مستيقظ asleep asleep نائم البعض يقول أنا اللي أعرف إنه sleep نائم صح sleep لكن مش a wake يستيقظ مش a awake asleep حولت الكلمة هذه إلى صفة إذن awake مستيقظ عبد الله is awake عبد الله is asleep عبد الله نائم right يمين left شمال طبعا العملية بسيطة يعني أنت تستخدم هذه الكلمات فقط إذا أنت تعرف الفاعل الآي والهي والشي والإت واليو والذي والوي هؤلاء تستخدموا مع ضمائر الفاعل اللي هم يستخدموا العاقل وهذه ضمائر الفاعل اللي يستخدموا لغير العاقل وهذه تنفع للعاقل وغير العاقل ما فيش أي مشكلة أتمنى أن يكون الفيديو فادكم ولا تنسوا تشاركوا الفيديو مع غيركم هذه الصفات يعني فعلا عيب أن أنت تبدأ اللغة الإنجليزية وأنت ما بتعرفها Thank you very much. لا تنسوا الاشتراك في قناة الجديدة. رابط قناة الجديدة في الوصف على الشاشة. ما هي فائدة يعني قناة الجديدة؟ قمت بدمج دروس المستويات المستوى الأول والثاني والثالث. أنت عندك مستويات نعم عندي مستويات من الحروف وهناك اختبار نهاية كل مستوى ووصلنا إلى المستوى الثامن. ادخل في القناة الثانية سجل الدروس مدمجة. Thank you very much. See you soon. لكم قريبا مع السلامة. Goodbye. Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى حد الدروس الرائعة جدا والتي ستسهل عليك حفظ كثير من الكلمات الإنجليزية والتي يعتقد أنها مشتقة من اللغة العربية والبعض يختلف في وجهة النظر لا علينا المهم أننا نستفيد من هذه الكلمات هذه الكلمات شبيهة جدا في نطقها للغة العربية كل ما أريد منك عندنا 20 كلمة حاول أن تقرأ هذه الكلمات سأعطيك فرصة مثلا مثل هذه الكلمة هل عرفت هذه الكلمة كيف تنطق؟ ليمون 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 وأكيد أنك فهمت أو يعني حاولت أن تخمن أنه الليمون ليمون اللي هو الليمون الكلمة الثانية جيراف 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 وهي الزرافة الزرافة نعم وهذه الكلمة كيف 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 وتعني الكهف نعم الكهف وهذه الكلمة غلاس غلاس glass وتعني الزجاج كما نقول glass glass كثير من يعني العرب او اللهجات العربية بتستخدم الglass وهذه الكلمة captain 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 نفس اللغة العربية captain وهذه الكلمة jasmine jasmine جاسمين والتي تعني الياسمين الياسمين جاسمين وهذه الكلمة كيف تنطق لو ركزت عليها ستنطق earth 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 والتي تعني الأرض نعم الأرض هذه الكلمة sugar 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 أكيد عرفته وهو السكر وهذه spinach 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 وهو السبانخ cup 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 الكوب alcohol
alcohol. Alcohol. الكحول. ركز أنه النطق بنسبة 90% متطابق، باختلاف فقط هي عبارة عن أصوات بسيطة، يعني فتحة كسرة ضمة. غزال. 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 أكيد عرفت أنه هو الغزال. وهذه الكلمة كامل. كامل. كامل، وهو الجمل. نعم. كاندل. 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 القنديل. القنديل. نعم. أكتوبوس. 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 وأكيد عرفته، وهو ما عرفته الأخطبوط. نعم، الأخطبوط هو أكتوبوس. وهذه الكلمة واضحة زي الشمس. كوتن. كوتن. كوتن، وهو القطن. نعم. وهذه تقرأها في المطاعم دائما. سالاد. سالاد. سالاد، وهي أكيد عرفتها سلطة. وويست. ويست. 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 ميرور. ميرور. ميرور، المرآة. نعم. تول. تول. تول، طويل. طول، طويل. إذن ركز كما تلاحظون، هذه الكلمات التي تشاهدونها أمامكم هي كلمات إنجليزية يقال أنها مشتقة من اللغة العربية، والبعض قال لا أنها مشتقة من اللغة الإنجليزية. أنا لا أريد أن أدخل في مهاترات أو في هذه أصلا من ماذا، لأنه ليس تخصصنا هو التاريخ في اللغة الإنجليزية. الذي يهمنا أنك تعرف أن هذه الكلمة قريبة جدا في نطقها، فتساعدك أن تحفظها، وإذا ما رأيتها فتعرف كيف تقرأها. المهم، ليمون، جيراف، كيف، جلاس، كابتن، جاسمين، إيرث، شوغر، سبينيتش، كوب، الكحول، غزال، كامل، كاندل، اكتوبوس، كوتن، سالاد، ويست، ميرور، تول. حاول مرة أخرى، أنا أعطيك المساحة، حاول أنك أنت تقرأها مع نفسك، ستجد أنه تدريب رائع جدا ومفيد جدا، تستطيع من خلاله أنك أنت تسهل على نفسك يعني 20 كلمة بالإنجليزية. قد تواجهها بشكل كثير جدا، الزرافة، الليمون، الأرض، ستجدها بشكل كثير جدا في اللغة الإنجليزية. وحاول أنك أنت تكتبها حتى تصبح العملية أسهل عليك. أتمنى يكون الفيديو فاتكم، وأتمنى أنه تشارك الفيديو مع غيرك، ولا تنسى الاشتراك في القناة واضغط لايك إذا عجبك الفيديو، ورابط قناتي الجديدة في الوصف أسفل الشاشة. والذي يسأل ما هي فائدة يعني قناتك الجديدة؟ القناة الجديدة قمت بدمج مستوياتي التي قمت بشرحها مسبقا، ويسأل أحدهم قال هل يوجد عندك مستويات؟ نعم عندي مستويات، تبدأ من الحروف 39 درس المستوى الأول، وهناك المستوى الثاني، وهناك اختبار في نهاية كل مستوى. وقد يسأل أحدهم أين أجد هذه الدروس؟ إذا ما ضغطت أسفل الشاشة التي أمامك ستدخلك إلى قناتي. إذا ضغطت على اسم تعلم إنجليزي مع مراد ستنقلك إلى قناتي. إذا دخلت على قناتي ستجد في الأعلى مكتوب قوائم التشغيل. من خلال قوائم التشغيل تستطيع أنك تختار الدروس المجمعة مع بعض، يعني دروس المستوى الأول. إذا ضغطت عليها ستظهر لك دروس المستوى الأول مرتبة، ودروس المستوى الثاني والثالث، وهناك اختبار عند نهاية كل مستوى. سيفيدك جدا أن تدرس المستوى الأول والثاني والثالث. أنا الآن ما زلت أدرس المستوى الثامن، وصلنا إلى المستوى الثامن. كل ما أريد منك أنك تدخل في هذا البرنامج، لأنه هذا أفضل برنامج من أن تأخذ دروس متفرقة من اليوتيوب أو من أي مكان. عندما تأخذ دروس متدرجة، الحروف كيف تقرأها، كيف تكتبها، تنتقل إلى الجملة، ما بعد الجملة، هذا هو أفضل شيء لك حتى تتدرج وتستطيع أن تحصل على نتيجة. الدروس المتفرقة من هنا من هنا من هنا لن تبني شيء،
لن تبني منك شيء، فقط أنت تأخذ معلومات ولا تتأسس. فلذلك أسس نفسك صح وابدأ صح، وتعال اوصل معنا في المستوى الثامن. الدروس موجودة ومدمجة في القناة الجديدة، هذا هو سبب وجود القناة الجديدة. شكرا جزيلا لكم، good luck، حظا موفقا، and see you soon، أراكم قريبا مع سلامة الله. وإذا عندك أي تعليق اكتب لي إياه، وأي اقتراح مع سلامة الله.